تعالوا نشوف الخطاب اللي كان مهم جدا امبارح للشيخ الأزهر الشريف في صلاة الجمعة من داخل مسجد الروضة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد شاءت إرادة الله الذي لا راد لقضائه أن يسبق حلول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم حادث شديد الألم على قلوبنا، عميق الحزن في نفوسنا ومشاعرنا، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ورغم ذلك ومع كل ذلك نذكر أنفسنا وأهلينا، أهل هذه البلدة الطيبة والقرية الصابرة على قضاء الله وقدره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. ولستم أيها الصابرون والصابرات من أهل قرية الروضة بحاجة إلى التذكير بالمنازل العظيمة من الفردوس الأعلى التي يتنعم فيها الآن شهداؤكم من الآباء والأبناء، ولا تظنوا أن هؤلاء الشهداء الأبرار عانوا من آلام القتل ما يعانيه كل القتلى من الألم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. ويكفي ما تحدثنا به شريعة الإسلام من أن الشهيد أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والصديقين. أما القتلة الذين اجترأوا على الله ورسوله وسفكوا هذه الدماء الطاهرة في بيت من بيوته، فهؤلاء خوارج وبغاة ومفسدون في الأرض، وتاريخهم في قتل المسلمين وترويع الآمنين معروف ومعلوم. فقراءتهم القرآن فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي عند حركات أفواههم وشفاههم، لا تجاوزها إلى قلوبهم وعقولهم، كما وصفهم بالغلو في الدين والإسراع في تكفير المسلمين تمهيداً لقتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وتعقبهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وتعقبهم، ووعد من يقتلهم بالثواب يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه إلى الأوصاف: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، شباب صغير، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يستشهدون بالأحاديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد بيّن الله جزاءهم في القرآن الكريم في الآية التي نحفظها جميعاً عن ظهر قلب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
هؤلاء القتلة هم خوارج وبغاء ومفسدون في الأرض، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما استشهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خطاب كان مهم جدا خطبة الجمعة، دلالة المكان واختيار أنه الجمعة تكون شعائر تنقل من داخل مسجد الروضة كان اختيار يعني لافت جدا ومهم جدا. خلال أسبوع رسالة لكل المصريين، أنتم آمنون، كل واحد يروح المسجد يصلي، يروح الكنيسة يصلي، رسالة كمان للخارج كمان أنه لا، الجامع أو الحدث البشع اللي ما شفتوش الإنسانية من فترة طويلة جدا وما شفناهوش حتى في تاريخ مصر، قدرت الدولة المصرية أنها تعيد ترميم وإصلاح الجامع في 7 أيام فقط، ومرة تانية تقام الصلاة. فهنا احنا بنتكلم على رسالة للداخل ورسالة للخارج. شيخ الأزهر كمان من يومين ثلاثة في خطابه في احتفال المولد النبوي الشريف، في ختام الخطاب قال كلمة مؤثرة جدا، كلم اعتذار علني لنبينا الكريم على الهواء مباشرة، واتكلم ازاي هؤلاء يعني يتمسحون بالدين وهم من الدين براء، وهم بعيدون تماما عن أصول الشريعة السمحة. أنا حابب بس أقول نقطة هنا مهمة جدا، إنه احنا دايما بنسمع عن القوافل الأزهرية، يعني دايما بنقول كده بقى لنا فترة انه في قوافل من الأئمة والدعاة بيروحوا سينا ويرجعوا تاني. محتاجين فضيلة الإمام هذه القوافل تزيد بشكل كبير جدا، وبلاش تروح وترجع، محتاجين قوافل تقيم في بير العبد، محتاجين شباب متنور أزهري بيحمل الفكر الوسط الإسلامي يقعد مع الشباب في أماكن كتيرة في سينا، لأنه الإرهاب صناعته فكرة وبدايته فكرة زي ما حضراتكم عارفين، فمحتاجين دور أكتر للشيوخ والأئمة على الأرض. الخطاب من على المنابر مهم، الخطاب عبر الشاشات مهم، لكن الخطاب المباشر مع الشباب وأهلنا في سيناء مهم جدا. فنتمنى قوافل أزهرية مقيمة في سيناء الفترة اللي جاية إن شاء الله.